يعني الفياض يعني يستخدم الحشد الشعبي من اجل اغراض انتخابيه إليه بالتاكيد وجاي يسويها واضح. هذا فيديو هذا فيديو احد قاده الالويه هو يعني يذكر او يوصل الامر الالويه بانه الافواد وغيرها بانه يجب جمع 10 بطاقات من كل شخص وهذه البطاقات العشره من ضمن العائله وفي حال عدد قال لك قبل يعني شويه هذا الموضوع احنا قال لك عندي فيديو والحلبوسي روح للحشد العشائري وحاطين صوره الحلبوسي هذا الموضوع هذا الموضوع استاذ يعني اثنينهم يستغلون هذا محمد هو الرجل يعني أنا ما أعرف حقيقة هاي الهجمة اللي صارت شنو مبرراتها يعني الرجل تكلم بموضوع لا يمس بها الحشد